نروح ل يعني موضوع تاني بقى، نحاول ان احنا نكسر المود شويه، لانه احنا بنهتم بالفنون كعادتنا برضو في صباح جديد، وبالوان زاهيه واسلوب فني فريد قدم الفنان حلمي تونى على مدار اعوام طويله اعمال رائعه تجمع بين الرمزيه والطفوله، وقدم صور بتتحدث عن الهويه المصريه والحضارة. فنان كبير طبعا الفنان حلمي التوني، واللي رحل عن عالمنا بالأمس تاركا إرث من اللوحات اللي بتعكس تأملاته في الثقافة المصرية، ومعبرا أيضا عن جماليات الحياة من خلال رؤيته الفنية. بريشة مفعمة بالألوان ولوحات مليئة بالبهجة، كان يقف فنان يملك حساً رفيعاً يمزج بين الرمزية والطفولة، لتجسد رسوماته الفريدة شخصيات وحكايات وأساطير حولته لأحد حراس الهوية المصرية وفنانها التشكيلي الأول والعالمي. إنه الرسام الكبير حلمي التوني الذي رحل عن عالمنا بعد رحلة ملهمة سافر فيها بين أغلفة الكتب واللوحات الزيتية ووجوه الشخصيات المصرية، وهي كلها أعمال استوحاها من حياة كان يملأها الإبداع والحب. رحل الفنان حلمي التوني عن عمر ناهز 90 عاماً تاركاً إرثاً من مئات اللوحات التي تكتسب قيمة كبيرة بفضل لمساته الإبداعية، ومدرسة خاصة في عالم الفن التشكيلي الخاص بالتعبير عن الهوية وما تحمله من مكانة خاصة بأي فنان. ودائماً ما كان يقول عن لوحاته إنه يحب أن تعبر عن هوية بصرية خاصة بحضارة مصر، وهذا هو الخط الذي التزم به التوني طوال مسيرته الفنية، والتي انتقل بها لكل مكان في العالم ليحصل على العديد من التكريمات والجوائز تقديراً لفنه التشكيلي المصري الخالص. كما تم تنظيم العديد من المعارض الدولية للوحاته، وتعد لوحاته الخاصة بأغلفة كتب أديب نوبل نجيب محفوظ هي أبرز ما قدم خلال مسيرته، ومن أجل هذا سيظل فن حلمي التوني خالداً في ذاكرة مصر والعالم، وستبقى لوحاته معبرة عن هوية حضارة عظيمة استطاع أن يجسدها في صورة لوحات زيتية لا تقدر بثمن.